ماشي. برضه يا كابتن خالد، يعني بروكيتش ومن بعده كابتن بدر رجب، اعتقد كابتن بدر اضافه كبيره جدا لقطاع الناشئين. طبعا 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 كابتن بدر واحد من يعني من نجوم القطاعات الناشئين، اللي بيقدر ان هو يشوف الولد بصوره مختلفه. انت حقيقي اهم حاجه على فكره في قطاع الناشئين هو العين. العين اختيار صح. العين اه طبعا، العين اللي بتختار، العين اللي بتشوف حاجه مميزه ما حدش يقدر يشوفها. ما هو انت بتعمل اختبارات ليه وانت بتشوف كل الكلام ده عشان حد يشوف لعبه كويس، ودي اهم حاجه. بعد كده ممكن تعلمه، بس انت تختار كويس ده. يعني اعرف اختار، بعد ما اعرف اختار كل الخطوات الثانيه دي تقدر تشتغل عليها. انما لو انت ما عندكش الخامه الكويسه، مهما حضرتك تشتغل معاه برضه في الاخر هيبقى ليك سقف. انما لما يبقى عندك الخامه كويسه تقدر ان انت تشتغل عليها، تقدر تديها الشغل المناسب، تقدر تديها الامكانيات المناسبه ليها، تقدر توظفه. يعني احنا قاعدين النهارده يعني احنا طبعا لسه ما بدأناش الموسم، احنا بنجيب الولاد في الفتره دي عشان الاجازه كانت طويله، فنبتدي ان هم يعني نجيبهم كده على فترات على ايام، يبتدي واحده واحده يرجع تاني يحس بالتمرين ويحس بالنادي، عشان ما نرجعش مره واحده على فتره اعداد والكلام ده كله. التمرين بيبقى تمرين بسيط، يعني يوم او يومين في الاسبوع لكل الفرق، ايوه بيتعرفوا على كابتن بدر، بيتعرف عليهم، بيشوفهم، والكلام ده كله يعني بيبقى بهدوء. يعني اه طبعا مش عايزين نخش على الاولاد، احنا ما بنختبرش يعني اولادنا، احنا عارفين احنا ما بنختبرهمش مثلا. الناس تبقى قلقانه يعني، اه الاولاد اللي في النادي هم مميزين واحنا مختارينهم من الاول، يعني احنا بنضيف عليهم الاحسن، واللي هيجي لنا من الاختبارات وهيبقى دي فرصه ان هو موجود معانا. عشان كده احنا فتحنا موضوع الاختبارات السنه طب دي. هتبدأ امتى يا كابتن خالد بما انك بتتكلم عن يوم السبت الاختبارات؟ ان شاء الله، السبت يوم اللي جاي السبت ده بقى اللي جاي على طول. اه السبت على طول. وكابتن بدر عمل حاجه السنه دي هي كانت مفاجاه طبعا، وهو اشتغل عليها بقاله فتره ودارسها كويس. موضوع ان احنا بدانا من حوالي من 5 سنين الاختبار، من 5 سنين قال لي يعني ده بيبقى بان، ابتدى الولد يبان يبقى عنده حاجه. فهنشوف بقى التجربه ان شاء الله من يوم السبت، وربنا يكرم ان شاء الله يقدر يجي لنا من الاختبارات. يعني احنا عملنا اختبارات السنه اللي فاتت، لا خدنا مجموعه كبيره من الولاد فعلا؟ ومجموعه كبيره. طبعا لا اوكي. بص، الفن الصغير اه بيجي لك خامات كتيره كويسه، اه كتير كتير يعني. اه طبعا كل ما بتكبر كل ما كان الامر الناتج بتاع اصعب صح. اقل، يعني اللي هو بعد 16 17 18 سنه ده بيبقى بيجي لك حاجات فلته. يعني احنا جالنا ولد مثلا 2007 السنه اللي فاتت، راس حربه فرقة حاجه محترمه جدا، ما كانش جالنا من الغردقه مثلا يعني، ودخل معانا جاي اختبارات عادي وبتاع ودخل معاكوا عادي. اختبارات عادي جدا، وقعدنا بصينا عليه مره واثنين وثلاثه و10، اوكي. وبعد تقريبا يعني شهر ونص خدنا قرار ان هو يبقى موجود، يعني بيتأيد وبيشارك معانا، ولعيب هيبقى من اللعيبه المميزين جدا. اوكي. فلا الاختبارات بتجيب حاجات كويسه، وعشان كده احنا حرصنا السنه دي ان احنا نعملها تاني. واحنا على فكره يعني الموضوع فيه بلان كبير قوي للاختبارات، مش فتره صغيره او في مكان واحد، هنتحرك في كل الاماكن بتاعتنا، وبالاشتراك طبعا الاكاديميه، اماكن الاكاديميه هنتحرك فيها، وان شاء الله نقدر نجيب حاجات كويسه تفيد النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله. اخيرا لو حابب تقول حاجه عشان بطوله افريقيا رقم 11، تهنئ الفريق اللي انت عايزه. هو ده الاهلي، اه احنا في حته صحيح بعيده خالص، صح. احنا في حته بعيده، ما يعني ربنا يديم علينا النعمه. وحابب طبعا اشكر يعني مجلس الاداره ولعبة النادي الاهلي طبعا على المجهود الكبير اللي بيتعمل. موضوع يعني التحديات صعبه، وطبعا الناس بتبقى شايفه اخر الصوره يعني، انما لا التحديات صعبه جدا، الموضوع مش سهل عشان تقدر ان انت اخر 4 بطولات يعني انت موجود فيهم وبتأدي بالشكل ده، تحدي كبير مش سهل عشان توصل للكلام ده. طبعا بارك لمجلس الاداره كابتن محمود خطيب ومجلس الاداره كله، لجنه التخطيط الجهاز الفني واللاعبين، وفي الاخر طبعا جمهور النادي الاهلي اللي هو لاعب رقم واحد بالنسبه لنا، واللي احنا كل اللي بنعمله كل لعيبه النادي الاهلي كل اللي من
لبس تيشيرت النادي او بشغف النادي الاهلي، وهدف واحد بس هو ارضاء جمهور النادي الاهلي. فنتمنى دايما ان النادي الاهلي جمهوره يبقى سعيد ومبسوط، لان هو يستحق كده، يعني اقل من كده ما ينفعش. ما ينفعش حقيقي. ده ما ينفعش، يعني احنا اتعلمنا نفسها كده، احنا اتعلمنا ان جمهور النادي الاهلي ده يستحق اكتر من كده. احنا جيل جيلي وجيل اللي قبلي والجيل اللي بعدي واللي لسه هيلعب بتيشيرت النادي الاهلي لازم يبقى مش هيقدر يرد واحد على مليون اللي بيديله جمهور النادي. مظبوط. انا بشكرك شكرا جزيلا للنجم الكبير كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين بنادي الاهلي. زي ما حضراتكم شايفين استعدادات على قدم وساق في قطاع الناشئين للاختبارات النادي الاهلي من يوم السبت القادم. اختبارات النادي الاهلي دايما بيكون فيها عدد كبير جدا جدا من اللي نفسهم يبقوا من عائلة النادي الاهلي ومن محبين النادي الاهلي ومن لاعبين النادي الاهلي.